بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 متصلين ما شاء الله. يلا نلعب الدوري. بسم الله. نجرب فيه بطايق، نجرب فيه شوي تعديلات، شوي تغييرات، شوي خطط، ويلا بسم الله ننطلق. ليش لا؟ فيجيل اوكي، على الأقل ما في سكن الكريسماس. ايوه شوفوا كيف الكلاب وين حاطيني الأسهم. بس يلا طيب، على العموم هذا حقير ويقهر وكريه. الله يعين. شوفوا كيف المضاد، يا الله. الله يعين. بس ول يا تنين النار. شوف كيف الكلاب، تنين النار، ساحرة، هياكل. أعوذ بالله، بس الله يأخذهم. والله العظيم أجرام. الله يلعنك. ليش ما بدأ هذا الكلب؟ ليش ما بدأ؟ الله يأخذهم بس، الله يقلعهم. لعبة تدمر الأعصاب. شوف الكلب، الحيوان الحين قاعد يبدأ، الحين يلعب. شاف أنه الله يلعنه، بس الله يلعنه. والله مشكلة صراحة، لأنه مفاد التنين النار مشكلة. والله أعلم، يعني يمكن ميجانايت أو شيء. فالكيري تبن لهم، والله تبن لهم. كفو 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 يا ركبة الكبش. الله يقلع. الحين بيجيك الجهة الثانية. يا الله، بس الله يعين. مشكلة. كريه 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 الكلب الحين قاعد يلعب. قبل كان تارك المباراة تماما. ابلع ابلع يا كلب. حيوانات اقسم بالله. عنده كل هذه الخيارات وكل هذه البطايق،
كان يقدر يلعب حتى لو برميل الغيلان بالبداية، ولا لعب عنده هياكل ولا لعب هياكل عنده أي شيء، بيجي يتركني أنا اللي ألعب، وبعدين يقعد يطقطق بالأخير يسوي نفسه إنه ما هو مهتم. مرة كان ودي أفوز عليه من جد، وكان لا يستحق أي ذرة احترام. كان يقدر ألعب أميرة يعني مثلا، أميرة ألعب أميرة طيب بالبداية، يلعب جذع يلعبها هياكل، كان يقدر يلعب أميرة، موجودة الأميرة الشيء الطبيعي عادي لو لعبت أميرة. بالأخير أنت بتلعب أميرة، وإذا عندي أسهم أنا أرميها. شايفين كيف الكلاب؟ المشكلة اللعبة بعد تساعدهم، تساعد الخصوم، ساعدته. الأسهم وينها؟ ما عطوني أسهم بالبداية، اللوحة مو بالبطاقة الثانية، لا اللي بعدها. لعبت راكة الكبش ولا جت الأسهم، جت الفالكري بعدها الأسهم، فشيء مرة يقهر والله، مرة يقهر. وهنا ما أدري يعني إيش كان ممكن أسوي، لخبطة بس ما أعرف يعني. بالأخير جاء راح البرج، سب التنين النار، ساحر كهرب طبعا ما مسك تبي النار، ما أعرف كان مركز على الهياكل، مسك هيكل ومسك الأميرة، وهذا الشيء طبعا غلطة غلطة. بس إيش أسوي يعني، إيش أسوي يعني، جت ساحرة وهياكل وأنا لعب الفالكري، فإيش أسوي؟ وليش لعبت الفالكري؟ لأنه كان فيها هياكل هنا، هل كان له داعي أرمي الفالكري على الهياكل هذه؟ ما أدري. المهم صرفت كثير على أساس تمشي الهجمة، نجحت الهجمة ما علي نجحت، بس بعدين هي المشكلة، بعدين المشكلة هذه الأميرة سبت لي الباك. المفروض ما أخاف من الأميرة، كان المفروض ألعب سياف بعدين ألعب ساحر كهرب، هذا المفروض، أو شيء زي كذا يعني، هذا المفروض ألعبهم مع بعض، أو ألعب ساحر كهرب كذا بالطرف، طرف البرج على الجهة اليمين، وبعدين ألعب السياف يسار يصير يمسح الهياكل، هذا المفروض. طبعا غلطة كانت تكلفني المباراة، فعليا كلفتني المباراة، لأنه التعادل جاء بتفحيط أسطوري. والحين شوف الكلب هذا اللي قهرني فيها، بالبداية يقعد وما يلعب، الحين يوم شاف والله يقهر، يعني يقهرون لما يستحقرونك كذا، يشوف انه خلاص انا صيده ومو بشايفك شيء وكذا، والله تنقهر. مقبرة مع الأسف يعني تعرضت للضرب من جذع، تعرضت من يعني شالت 200 تقريبا، والله يعني تقدر تقول يعني 5 اكسير، وبالأخير شالت 200 بعد كل هذا الوقت، يعني ما تدري يعني. بس طبعا قوتها لما تكون الفالكري جاية من طرف وبعدين تلعب المقبرة مثلا، أو فارس وبعدين تلعب مقبرة، أو بحالتنا هذه راكبة كبش وبعدين تلعب، هنا بتكون أكيد قوة. الحمد لله أنها ضبطت رمية الأسهم دي. مرة كانت مباراة صعبة والله، مرة كانت مباراة مرة صعبة. كنت ناوي أكمل بس أظن ما راح أكمل، خلاص بيكون فيديو لهذه المباراة. روح ووصل لي الفجر الحين، بين الإذانين أو الإذان والإقامة لصلاة الفجر، وصلي الفجر وبعدين أشوف. هنا دي حلو راكة الكبش دفاع، 5 اكسير مقابل 5 اكسير الساحرة عادي. طبعا أنا كنت خايف على القلعة، خايف إنه يعني بتكون يعني الأخير بعد كل هذا التعب أخسر 3-1 يعني، أخسر عن طريق تدمير القلعة. هنا بعد كانت يعني مخاوف أكيد، يعني شوف كيف الدمار
باقي بس الثلث. على أعصابي طبعا. هو أتوقع يعني واضح إنه نهاية المباراة بتكون صعبة مرة مرة مرة. شوف الآن هنا ما لان اللي لعبت أسهم المفروض يعني ما كنت لعبت الأسهم، ضيعت كثير ولا استفدت لأنه السياف موجود، وهنا في 1600 كان مفروض ما أقلق، بس أنا مباريات الأخيرة خلتني أقلق كثير من برمين الظلال. حتى هو هنا أغلط يعني يبغى يأخذ القلعة هو، فأغلط لعب الفالكري. هذا الشيء كان من صالحي لأنه الفالكري هي يعني المضاد والعدو الأساسي. هنا أنا أيضا غلطت، راكبت الكبشة المفروض يسار، المفروض يسار تدافع ضد برمين الغنان وتمشي معانا تكمل بالجهة، كان ممكن تكون حسمت المباراة يعني. بس الحمد لله هنا أيضا حتى وهو يلعب الفالكري الحمد لله مباراة فزت فيها. شو كيف الأعصابي مرة 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 في الأخير، إنه السحر كهرب بعد قرب، فمرة كانت مباراة ما أدري يعني ما هي أغلاط بديهية، لا أغلاط يعني أغلاط من الارتباك ممكن، صعوبة الخصم، كثرة المضادات، تدي النار، الساحر هياكل أيضا، و يعني ما هو استهتار ولا أغلاط ولا شيء، حتى ما يعني ما تصنف إنها يعني ما نقول أغلاط ساذجة مثلا. خلونا نسوي تصفية، يمكن نسوي تصفية أظن من جد. يعني رمية الأسهم اللي كانت على برميل غيلان هذا غلط أكيد، غلط ساذج. راكبة الكبش اللي حطيتها يمين لما تحط يسار، ما أدري أنا توقعت إنه بيرمي برميل غيلان هناك، وأيضا غلط يعتبر غلط. أمجد هذا DMG يستاهل يكون كبير، بس أمجد ما أشوفه بباب. هذا DMG ممتاز، بس اللي اسمه أمجد يعني هنا مركز 13 حلو. هنا مثلا مركز ايش الله اعلم، من مركز 13 يعني. وهنا ما اعرف يعني ال امجد هذا في ناس كثيرين كانوا موجودين يعني وراحوا. أمجد 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 والله ما أدري وينه بالحروب الماضية، من يذكروا يعني من القديمين. أيوة هنا 37 مثلا، فدائما يعطينا 37 بالرتب بالمراكز الأخيرة. هذا DMG رهيب يعني، اسمين شبه بعض DMG وأمجد، يعني دائما انا يعني اشوفهم شبه بعض الاسماء، لكن فرق بين الثرى والثريا. في عندنا امجد هذا والله انه قاعد يضحك علينا صراحه، قاعد يسوقها كل هذه الحروب يسلك، وحنا والله احنا دارين عنه. ف احيانا صعبين اذا كانوا كلهم يشاركون، والله شوفوا هنا 38 يعني اذا كانوا كلهم يشاركون ما ادري يعني صعب.
صعب 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 تلقط اللي ما يشارك، صعب تلقط اللي يجيب دائما. زي هنا 34 يعني 34 38 كترتيب و36 دائما يعني بالأخير يعني مرة، وهنا يترك كلها يعني عنده 102 حرب يعتبر، والحرب يعني كاب أرقام حروب يعتبر يعني يعني بالنسبة للناس الأغلب الناس يعتبر زين يعني نوعا ما. يعني صراحة ودي أطرد عشان أخوفهم، بس كذا أطرد على الصبح، ودي أطرده عشان ما أنسى. 38 نتأكد، شوف 38 وهنا 40. أدري أحس إنه قاعد أشوف أنا أي ترتيب أجيب، يجيب هو أكثر مني بشوي، عشان هنا 37 والله إنه إذا كذا حركته والله إنه خبيث ومكار، لا يتكلم ولا يقول شيء ولا تفاعل. شوف 45 ودائما كذا، ما أدري صراحة لقطنا. أنا والله يعني تقريبا يعني حاطه بال يعني حاطه ببالي يعني، بس أحيانا يبدع يعني، أحيانا يجيب من العشرة الأوائل مثلا ثم من تنسى وتقول مثلا أنه يعني عنده 100 حرب مثلا أو شيء زي كذا. لكن أنا أظن أنه له علاقة بدمج، والله ما أدري، أنا خاف أطرده بعدين واحد ثاني يزعل. لازم تشد حيلك، والله دمجر هذا مرة رهيب، ما أدري وش علاقته بين أمجد ودمجر، لكن هنا مثلا 21 فما أعرف. صعب إدارة الحروب. ممكن يشوف هذا الفيديو نوب ويقول لنا إيش عنده من جواب. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.